أطلقت وزارة التربية والتعليم الشعار الرسمي لاحتفالاتها بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي في مملكة البحرين، وذلك في احتفال كبير أقيم بصرح ميثاق العمل الوطني. وقد حضر الاحتفال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من مسؤولي الوزارة والتربويين والطلبة والمدعوين. شعار تربوي يؤرخ لحقبة هامة من تاريخ مملكة البحرين، حيث يتكون الشعار الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بمناسبة الاحتفال بمئوية التعليم من صورة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وعبارة 100 عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين باللغتين العربية والإنجليزية. اليوم لحظة تاريخية مهمة ولها مدلولات، فهي حدث تاريخي على الصعيد الثقافي والتعليمي والتنموي، وذلك من خلال الاحتفال بمئوية التعليم باعتبار مرور 100 عام على تأسيس أول مدرسة نظامية في مملكة البحرين في عام 1919، وما تلا ذلك من إنجازات على الصعيد التعليمي في مختلف المراحل التعليمية، إنجازات الباهرة والمشرفة لمملكة البحرين على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، حيث شمل ذلك منظومات متطورة تم إدخالها في التعليم، وأيضا من حيث المناهج، من حيث أيضا التعليم والتعليم العالي وتأطير التشريعات وتنظيم القوانين. وأشار الوزير إلى أن هذا الاحتفال يأتي في إطار الفعاليات العديدة التي تقيمها الوزارة على امتداد هذا العام، وتأكيدا على ريادة مملكة البحرين التعليمية، واستذكارا للجهود الكبيرة التي بذلت خلال 100 عام لتطوير التعليم بمختلف مراحله. وأكد الوزير أن مملكة البحرين قد أولت التعليم عناية خاصة منذ بدايات القرن الماضي، بما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات الكمية والنوعية المشرفة والمبهرة، والتي أقرت بها أهم المنظمات الإقليمية والدولية. 100 عام مليئة بالإنجازات ومليئة بالعطاء منذ 1919 ولغاية اليوم. أيضا في مختلف المراحل التعليمية، سواء من البدايات الأولى ولغاية اللي هو المرحلة العليا اللي هي مرحلة التعليم العالي. هذا تشريف لي أيضا أن أحظى بتصميم شعار مناسبة عزيزة على قلب كل بحريني، وهذه المناسبة هي مرور 100 عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين، وهذا احتفالات إن شاء الله بتكون احتفالات كبيرة، و100 سنة بالنسبة لنا تشكل عطاءات الأوائل والجهود اللي بذلت وكل الإرهاصات اللي خدمت التعليم إلى أن وصلنا إلى الفترة الجديدة بتحت جلالة الملك وتدشين عدة مشاريع نوعية في التعليم. وتطرق الوزير إلى ما شهده التعليم من نقلة نوعية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وخاصة الانتقال إلى مرحلة متطورة من التعليم الإلكتروني عبر تدشين مشروع جلالته لمدارس المستقبل، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التمكين الرقمي في التعليم، إضافة إلى تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وفتح باب الاستثمار في التعليم والتعليم العالي. تدشين منظومة كبيرة من البرامج النوعية والمشروعات النوعية اللي غيرت مفهوم التعليم الإلكتروني، اللي عززت وضع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأدمجتهم في برامج كثيرة، برامج تحسين أداء المدارس، الاستثمار في التعليم الخاص وفي التعليم العالي الخاص بتعديل البنية التشريعية للتعليم الخاص وتأسيس كلية المعلمين وكلية البوليتكنيك، وكلها كانت مراحل طويلة لتطوير التعليم في البحرين، وكانت بدعم حكومي كبير وسخي جدا، وأثرى الميدان التربوي وأهل المعلمين والطلبة في المحافل الدولية. طبعا 100 عام، مرور 100 عام هاي حدث
لا يحدث كل يوم وليس الجميع يشهده. احنا خلال لقاءاتنا العديدة مع المسؤولين من الدول العربية والدول الخليجية، لما نحدثهم نقول لهم ان احنا نحتفل هذا العام 100 عام من مرور 100 عام على تعليم نظامي في مملكة البحرين، العديد منهم يكون منبهر، حيث ان مملكة البحرين من رواد التعليم، ولذلك نحن نفتخر بهذا الامر ونفتخر بان نذكر هذا الامر دائما، ان احنا بدانا التعليم منذ 100 عام وان البحرين رائدة وسباقة دائما في جميع الامور. هذا وتضمن الاحتفال عروضا حول أبرز فعاليات الوزارة المخطط إقامتها هذا العام وأبرز محطات المسيرة التعليمية خلال 100 عام، إلى جانب معرض للكتب والصور الموثقة لمرحلة تطوير التعليم في المملكة.